مرحبا، شغلة كبيرة، 130 سيارة، 11 حلبة للتجارب، إنتاج 236 ألف موظف، كل القيمين على الشركة وعلى رأسهم كارلوس غصن. أهلا وسهلا فيكم بنيسان 360 يلي عم بيصير بآخر 2013 بولاية كاليفورنيا بأمريكا. الحدث كبير، الحدث كوربوريت كومبريهنسيف وفيتشرستيك. بقصد بهالثلاث اشياء انه عالمي وجلوبال لانه نيسان موجوده وين ما كان. كومبريهنسيف بغطي كل شيء المستقبل، بتبلشوا من الليف الصغيره للجي تي ار السوبر كار، وصولا لوصول او عوده داتسون على عائله نيسان. وكمان شغله كثير مهمه اذا بنحكي عنها هي المستقبل، العنوان الاساس كان اوتونوموس درايفنج او الاستقلاليه بالقياده، رح نحكي عنها اكثر بهالحلقه. كله من ضمن نيسان 360 موتور شو. هون ثلاث مرات صار الحدث باخر 13 سنه، وبثلاث مرات كنا موجودين. لقاء شامل عن نيسان رح نشوفه بهالحلقه باضافه لباقي الفقرات. فيديو منطلق. احتفالاً بالـ 80th anniversary، نظمت نيسان موتور كومباني الدورة الثالثة من حدث مميز بيحمل اسم نيسان 360. هالإيفنت استمر على مدى شهر كامل، وتم خلاله استعراض كل الفاكتس والفيجرز المتعلقة بوحدة من أهم الأوتوموتيف جروبس. فهالشركة اليابانية الضخمة تملك جيش من الموظفين بضم 236 ألف موظف تقريباً. برنامج نيسان 360 ضوى على أجدد المودلز، وكمان عن ابتكارات الهندسية والإنجينيرينج إنوفيشنز لهالشركة اليابانية العريقة. تم هالشي من خلال مجموعة كبيرة من التجارب الميدانية ومن البريفينجز لأكثر من 1000 صحافة وإعلامة ووكيل ومستثمر وسبلاير وخبير بصناعة السيارات. وهالإيفنت تزامن مع استمرار نيسان بالعمل بالميد تيرم بزنس بلان يلي كان انطلق بحزيران 2011 باسم باور 88. ومنذكر أنه هالبرنامج هدفه وصول نيسان لنسبة 8% من الجلوبال ماركت شير أو من الحصة بالأسواق العالمية، وكمان لوصولها لنسبة 8% على مستوى الـ Operating Margins أو هامش أرباح العمليات التجارية. التاريخ الأقصى يلي حددته نيسان لتحقيق هالهدف هو نهاية السنة التجارية 2016. ومن خلال نيسان 360 تم استعراض أكثر من 100 سيارة نيسان وإنفينيتي وداتسون، بالإضافة لللايت كوميرشال فييكلز أو السيارات التجارية الخفيفة والصغيرة. وشارك بالاستعراض أكثر من 11 إليت شوكار، بالإضافة للسيارة تاكسي معتمدة بنيويورك. Thank you.
14 كلاسيك فييكل بتعكس الهيريتج الكبير لنيسان موتور كومباني، مثلا نيسان فير ليدي كانت هونيك وكمان لومان ريس كارز. تم اختبار قسم كبير من هالسيارات على حلبات خاصة بالقاعدة الجوية السابقة التورو مارين كوربس بجنوب كاليفورنيا، وفينا نقول انه نيسان حولت هالاكس ميليتري بيس لفول تست سنتر، وكان في سبيشال تراكس مخصصة للتجارب بس بشكل بيسمح بتنفيذ رود تست امنين. التجارب تمت كمان على ستريت كورسز، الهدف منها اختبار هالسيارات على الطرقات العادية. ومثل ما كانت الفرصة مفتوحة لاختبار ولتجربة سبورتس كارز والتورست كارز بكل فئاتها وأنواعها، ركزت نيسان كمان على لايت كوميرشال فييكلز أو السيارات التجارية الخفيفة يلي بتتمتع بقدرات مهمة على مستوى الرينج والكابابيليتي. وبالنسبة للتراكس فكانت منوعة وبتشمل مثلاً مجموعة من الترين والأوبستيكلز المصممة لتبرهن قدرات مجموعة التراكس والأسيوفيز من إنتاج نيسان. تم تنفيذ سيركت بجسد طبيعة الطرقات والسرعات المختلفة بالمدن، ووضع مجموعة كبيرة من سيارات نيسان وإنفينيتي بتصرف الجورناليست لاختبار شعور القيادة راوند تاون. وكان في كمان كورسز مخصصين لتفرجي الباور والبريكينج والهاندلينج تبع كل سيارة بالنيسان والإنفينيتي لاين اب. في عنا أوفرود درايف كورس موجود هون بكاليفورنيا، وحذروا مين كان البطل عليه، أكيد النيسان باترولي تم استخدامه خصيصا
من الشرق الاوسط لانه ما عندهم اياه بامريكا، فجابوا البترول لهون ليعملوا التجارب القاسيه بالاوف رود وبالديرت مثل ما بسموها هون على هالسياره. كمان عم نشوف شويه سناب شوتس عن وجود البترول بنيسان 360. بإيفنت في الماجنيتود تبع نيسان 360 بحدث هقد كبير وهقد ضخيم، ضروري يكون معنا الرقم واحد بنيسان بمنطقتنا وهو لبنان الأصل سمير شرفين. سمير great to have you أول شيء بحدث بهالكبر، و great to have حدا مثلك بهالمركز بهالمنطقة. خبرني قديش اليوم أنتو كنيسان موتور كومباني، لأنه حضرتك كنت من العشر أسامي المذكورين as top executives بالعالم لنيسان globally، قديش هالإيفنت globally مهم؟ قديش هالإيفنت شغلة كبيرة عند نيسان؟ لك نديم، نيسان 360 آخر واحد عملناه من 5 سنين، وبهالإيفنت عندك كل الإكزيكوتيفز تبع نيسان على كل بروجرام في إكزيكوتيفز والميديا مجتمعين سوا، وعندك كل اللاين اب تبعنا وكل التكنولوجيز، وفينا نحكي على البزنس دايركشن وعلى العالم تبع نيسان بين بعض. خبرنا اليوم عندك اكثر من كاتيجوري، عندك الكاتيجوري على الانوفيشن، حكينا على الكتريك فيكل، حكينا على نيو تكنولوجيز، على السيفتي في مع اناونسمنت مهم كثير على السياره اللي بتقدر تسوق لحالها مشان لما يعود في اكسيدنتس، وفي كل التكنولوجيز اللي عم ننزلهم على سياراتنا. واليوم بالباور 88 نيسان عم ننزل 15 تكنولوجي جديده كل سنه. من ضمن فعاليات نيسان 360 كان في عندنا البرفورمانس توب، وهو شغله اساسيه خاصه بالموتور شو. فالى جانب الجي تي ار جي تي 3 نسمه، وهو الشق الرياضي والديبارتمنت الخاص بالموتور سبورت عند نيسان، كان في عنا جي تي ار العاديه، وكان في عنا كمان ليف كهربائيه كمان بتشارك بهات المحركات. والاجمل انا بالنسبه لي كانت او ذا موست فان تو درايف هي جوك ار يلي رح تروح على الانتاج، بس انتبهوا منيح، بسعر اكثر من نص مليون دولار. كل العده تبع جي تي ار بداخل جوك، فتصوروا الكومبينيشن. خلينا نشوف البرفورمانس بايكلز اللي كانوا موجودين بكاليفورنيا بهالحدث. ومن بين الحلبات هاي برفورمانس سيركت نفذ عليها هوت لابس بسيارات مثل جي تي ار وجوك ار وغيرهم، وكان من الممكن الاستمتاع بدور الكوبايلوت برفقة بروفيشنال درايفرز. وكشفت نيسان ضمن احتفالات 360 عن مشاريع مستقبلية أهم تعزيز حضورها بأسواق قوية بالنسبة لها مثل الصين وأمريكا والمكسيك والبرازيل وروسيا وغيرها من الدول. وكان في فرصة لتجربة الـ Future of Mobility
من خلال Autonomous Cars وسمي Autonomous Cars بتعكس كيف دور السائق رح يتراجع لصالح تقديم دور الإلكترونيك سيستمز لزيادة الراحة والسلام العامة. نيسان 360 يعني كمان انفينيتي يلي هي اللكجري وكمان شوية performance من ضمن عائلة نيسان الكبيرة. خلينا نشوف الديسبلاي تبع شوية concept cars كانوا موجودين حدنا وشو كانت عم تقدم على السريع النيسان ومن خلالها انفينيتي بكاليفورنيا بآخر 2013 أكيد featuring شو يحكوا في عنا بال14 وال15. عرضت نيسان وانفينيتي أهم الconcept vehicles يلي عندهم ياهن، ومثل ما طرازات ريزونانس واكستريم وفريند مي بتعكس الفيوتشر الخاص بشركة نيسان، طرازات مثل ايمرج واسنس وإثارة بتأكد دايركشن انفينيتي المستقبلية. ممثلي الصحافة والستيك هولدرز لشروحات خاصة عن أجدد التكنولوجيز يلي بتملكها نيسان مثل السيفتي سيستمز والكار كونكتيفيتي والأوتوميشن وكل هالمجالات من أنظمة السلامة لتجهيزات التواصل المعلوماتي للأجهزة الأوتوماتيك، مكنت نيسان من احتلال ليدينج بوزيشنز بين صانعي السيارات. ومن ضمن مشاريع نيسان المستقبلية من المتوقع تجديد الاستثمارات بالزيرو إيميشن فيكلز، خاصة أنه النجاح كبير بهالمجال. منذكر أنه مبيعات نيسان ليف العالمية بلغت لحد هلأ أكثر من 74 ألف نسخة. وتعرف الجمهور يلي شارك ب 360 ايفنت على ابرز النيسان والانفينيتي استراتيجيز.
واستمعوا لاستراتيجيات الخاصة بإعادة إطلاق داتسون مودلز بالإنتري ليفل ماركتس وبأسواق الدول النامية وبدول مثل الهند وإندونيسيا وغيرها. وقدم بعض المسؤولين بنيسان جروب استراتيجية الريزوركشن اوف ذا داتسون براند يلي رح تكون كتير افوردبل من ناحية السعر. داتسون جو سب كومباكت رح تمثل الأوفيشال ريتورن لعلامة داتسون التجارية، وهالفرونت ويل كومباكت كار رح تستفيد من سعر كتير رخيص، المحرك 1.2 لتر والجير بوكس مانيوال من 5 سبيدز. نيسان عم بتوسع حضورها العالمي وانتشارها بكل الأسواق، خاصة إنها استفادت من تحالفها الاستراتيجي مع رونو، وهي حالياً عم بتعمم هالتجربة الناجحة من خلال اعتماد بارتنرشيبس جديدة تشمل شركات مثل دايملر وميتسوبيشي وأفتوفاز ودونغ فانغ وأشوك ليلاند، والهدف الاستفادة من خبرات هالشركات بمجال صناعة السيارات والإنجينيرينج سيجمنتس كمان. نيسان 360 إيفنت يلي بيهدف لعرض أجدد طرازات نيسان وأحدث ابتكارات التكنولوجية، هو الثالث من نوعه من سنة 1999، يعني من تاريخ توقيع التحالف بين نيسان ورينو. جولتنا مع نيسان 360 بالتابع من ولاية كاليفورنيا بأمريكا، وحديثنا مع سمير شرفين مانجينج دايركتور نيسان شرق الأوسط كمان بكفي. ورانا إنفينيتي، وفي براندز جديد مثل داتسون، اكشلي مش جديد، عم بيرجعوا ريبيرث، عم بيرجعوا. خبرنا شوي اول شيء عن داتسون سريعا، وبهمنا اليوم اخر النهار نحكي شوي عن منطقتنا. خبرنا سمير عن داتسون. هلا داتسون عملنا اناونسمنت بدالي بميد جولاي على الداتسون جو. داتسون جو هي السياره الجديده من النيو جينيريشن تبع داتسون. بتعرف داتسون بلشت من 100 سنه، والداتسون جو سياره رح تبلش مبيعاتها سنة الجاي بكم بلد، ونحن عم ندرسها للميدل ايست، بس بعد ما فينا نقول لك اكزاكتلي امتين وشو، بس عم ندرسها جديا. اورايت. تعرفنا عن نيسان 360 كاجواء عامه، الحدث كله هلا صار وقت التجارب. انا شخصيا رح اجرب سيارتين، رح جرب النيسان جوك ار يلي هي اسرع سياره انتجتها نيسان اليوم لحد هلا بالتعاون مع شركه خاصه بس برعايه نيسان، وكمان الليف نسمو ار سي. رح نشوف الباقيين باكشن، بس انا هول السيارتين الوحيدين اللي بعتبر انه اثورث انه تشوفوهم بموتور شو كتست درايف فعلي وتسمعوا اصواتهم. عنا 130 سياره فينا نشوفهم كلهم، بس بدنا نعيشكم اجواء هالسيارتين. خلينا نبلش مع الجوك ار يلي هي جوك بس فيها كل الكومبوننت، الترانسميشن، الانجن، الجير بوكس، كل شيء تبع جي دي ار جودزيلا ذا بيست، من 0 ل 100 اقل من 3 ثواني. ليتس جو.
مشوارنا مع نيسان 360 بعده مستمر، وصلنا هلا على الاوتونومس درايفنج. وصل المشروع لنضوج كتير كبير، السيارة قادرة تروح لحالها من مكان إلى مكان تاني، بس بعد عنده شوية فاين تيونز عم بيشتغلوا عليهم. اليوم في عنا قادرة تدعس بنزين لحالها، تلف لحالها، تفرمل لحالها، تخبر اس او اس سنتر لحالها، تعمل كوميونيكيشن مع جي بي اس سيستم وكتير تفاصيل. خلينا نشوف الديمو رح يكون ونعيشه من داخل نيسان ليف. ترقبوا بعد وقت كتير قريب نوصل لمرحلة نقلها السيارة روحي لحالك فيها تاخذ الاولاد على المدرسة وترجعون بدون ما نحن نكون موجودين وبدون سواق. رح نعمل ديمو صغير، نحن مهندسين تبع نيسان موجودين معنا بكاليفورنيا. Let's do it. So what are these? This is a camera. Yes. كل العملية عم تنشغل mostly بسنسرز وكاميرايات وجي بي اس Global Positioning System. So عنا من خلال الساتلايت عم بيعملوا نوع من توجيه للسيارة ولوكيشن لإلها. الكاميرايات هي الأعين الذكية أصلا بنشوف نحن عنا هون على طول، مثل بوينترز عم بيدلوا على السيارة قدام. عنا حتى اللينز هون مرسومين بجرافيكس تتقدر تعمل أناليسز. What's this exactly? Laser scanner. Laser scanner detecting what? Yeah. 360 degrees object. Autonomous mode activated. هلا فتنا بالأوتونومس مود. ما بقى السيق عم يعمل شيء، هلا السيق شيل ايديه شيل اجريه، كل العملية عم تصير لحالها. بيعطي اشارة على الشمال بتكوع لحالها، بتقطع عن الالتيما اللي قدام. كل العملية عم بتصير بثلاث اشياء، كاميرايات مثل ما عم بتشوفوا، سكانر وجي بي اس جلوبال بوزيشننج سيستم مع ساتلايت، تحديد موقع السيارة، تحديد كل شيء عم بيصير حواليها، كاميرايات عم تاخذ داتا وكله عم بيروح على سي بي يوز يعملوا اناليسز وتحليل. Taking into consideration السرعة, G-force, the best equation. يعني اليوم حتى فينا نكون أكتر اقتصاداً للوقود لأنه نحن بركي ندعس شوي بنزين زيادة أو أقل. هي السيارة بتعرف تعملهم كلهم بالدوزاج المضبوط مثل ما هو مطلوب، ideal، الشيء الإنسان ما بيقدر يعمله لحاله. شوفوا steering لحاله عم يقوي. بذكر أنه نحن بنيسان ليف fully electric vehicle 100% صديقة للبيئة، 100% كهربائية. بطاريات تنشحن وبتعطيكم بعدين اوتونومي تقريبا لحد 150 كيلومتر. اوكي بس يحط هون الاشاره على اليمين، اعطيها نوع من وورنينج او تنبيه انه انا بدي اروح على اليمين بدي اعمل اكسيت بهالمنطقه لحالها السياره. بتعمل سنسنج لللين، بتاخذ العربيه على الدايركشن الايديل محلها، بتقدر تشوف ستوب لايت اذا احمر. وبتفرمل لحالها لانه الضوء احمر عم نشوفه. ضوء اخضر بترجع بتمشي لحالها. السيق هلا هون بعده عم يعمل 3-4 فانكشنز، عم بمشيها وعم بيعمل اشاره بشكل كتير بسيط. رح نوصل على الترانزيشن الاهم يلي هي ما يعملون ويكونوا مبرمجين قبل. تعملوا انتو بروجرامينج مثلا من فندق موجود بنيوبورت بيتش محل ما احنا موجودين، بالكن هيل ليتس سي، بدنا نروح على المول ويست كوست. اوكي هون رح شوفي عندنا الفرمله الطارئه او التكويع الطارئ. شوفوا عندنا افاتار بيقطع هون بتكوع لحالها، بتشوفوا بتعملوا ديتكشن وبتزيح السياره على المسار بشكل امن. وات هابنز اف ذير از ا كار اون ذا ليفت؟ جاست بريك. Just break. Okay, so إذا في عنا سيارة على الشمال ما فينا نعمل هالمانوفر، تعمل بس فرملة بس تما نطلع نحن من الإزاز. أكيد حبوا إنه يفرجونا الموف بدون ما يكون في عنا كتير abrupt reactions. Because the camera will find the 65 mile per hour input to the system. Okay. هلا الكاميرا رح تقرا انه في عندنا سبيد ليميت هون 65 كيلومتر بالساعة، نحن ماشيين 35 مايل بير اور، هون عندنا 65 مايل بير اور، رح تعمل له ديتكشن ورح تعلي السرعة لحالها. It will increase the speed, right? Yeah. 65. وهون عندنا سويتش الـ SOS. وقت الانسان معقول يحس حاله صار بخطر او صار عنده مشكله معينه ما قادر يسوق، هارت اتاك، اي شيء داخ، بيكبس على هالزر ببلغ
مركز معين بياخد warning، بيعطي instruction للسيارة بتوقف بمحل آمن تيكون اجى الاسعافات تياخدوه ويشوفوا شو المشكلة ليش كبس على الـ SOS switch. هون عم شوف سكانر، هو ليزر سكانر بيعمل ديتكشن على طول، عم بشوف كل شيء عم بيصير حول السيارة وبيعمل اناليسز لكل المواضيع اللي عم بتصير وبياخد انترفنشن الافضل وحسب ما هو مبرمج بالكمبيوتر شو الاحسن لازم يصير بهالحالة. Construction on traffic fire sticking in the rain and will take evasive maneuver. Scanning laser detects the distance to the traffic bar. هون في عنا اعمال مثلا ترافيك لحاله بيعرف السيستم انه في عنا ترافيك، بيعمل تغيير لو بده يحتال على اللين بيعرف انه في ترافيك ونحط اشياء حواجز معينه بيتاقلم معها مثل الانسان، مش بس بيمشي كروبوت 100%، عنده كمان نوع من ذكاء معين يقدر ياخذ مبادره يتحكم ويغير شوي بالبروجرامينج بشكل سليم، ومشان هيك هلا العمليه بتاخذ شويه وقت اكثر ليكون هالرياكشنز يكونوا كلهم بيرفكت حتى تكون العمليه ريدي لتصير على الطرقات العامه للحفاظ على السلامة وتكون عملية فيها زيرو ميستيك. يجي مثلا you make the autonomous driving? Yes, yeah. I'm general manager of the system. Tell us a little bit about it. Yeah, it's a step-by-step improvement. The first technology, driver should take care of the environment. That's the first step. Next step, maybe better. Okay. وصلنا على شيء مميز جدا وهو نيسان ليف نسمو ار سي المخصص للسباقات، بس انتبهوا عم نحكي عن سياره كهربائيه وكثير قويه وكثير ستيبل وايد كثير، شكلها مميز رح نشوفها من الخارج والداخل. تصور رح يدور شيء بوم ورامبلينج وصوت ما في شيء، كار از اون وننطلق. لانه عندنا سليك تايرز عم بكبوا الجرافل ويعمل هذا الصوت. Amazing experience، رح نشوفها كمان من عده لقطات من الخارج والداخل.
ومعقول نجرب كل هالهاي بيرفورمانس كارز من نيسان وما نطلع مشوار بالجي تي ار؟ اكيد لا، ورح نختم سوا بالجي تي ار جي تي خلص موتور شو وخلص معه نيسان 360 الثالث باخر ديكيد، غطينا لكم اياه، تعرفنا على جديد نيسان باور 88، هو البلان الجديد رقمين 8% ماركت شير من سوق السيارات العالمي، 8% ارباح. هذا الهدف الجديد بتعرفوا عندهم 180 وغيره. اليوم 88 عندنا ريبيرث للبراند، اعاده انتاج سيارات داتسون، وعم بتشوفوا الجو هنيك رح تكون سياره اقتصاديه ببادجت كثير مقبول وجلوبال، موجوده وين ما كان. حد في عنا الاكستريم وعشمال الريزونانس، هذا المستقبل تبع نيسان، واكيد لتعرفوا كل جديد ومستقبل عالم السيارات والمحركات ما قلكم الا موتور شو اون تي في بنفس الوقت ونفس المكان، واونلاين على كل نتورك تبعنا، وطبعا سوشيالز، واهم شيء المرجع والبلاتفورم الاساسيه اللي هي motorshow.me. باي باي.